بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. معكم حسام الحراني من الأردن، وإن شاء الله نستكمل دروس الذكاء الاصطناعي وبايثون. واليوم مع درس مهم من دروس الماشين ليرنينج وديب ليرنينج على موضوع الديتكتينج للبريست كانسر، اللي هو اكتشاف سرطان الثدي. هذا موضوع طبعا مهم لأنه يسهم في مدى مساهمة الذكاء الاصطناعي في كشف سرطان الثدي وتشخيصه. الأجندة إن شاء الله في عدة مواضيع نتكلم فيها. نحكي أول شيء مقدمة عن الموضوع introduction، بعدين نحكي على البريست كانسر ويسكونسنز داتا سيت، نحكي إيش هي هاي داتا سيت وكيف ممكن نستعملها، إيش أهم الفيلز فيها. بعدين نحكي على المشين ليرنينج يوزنج بريست كانسر ويسكونسن داتا سيت. بعدين نشوف لود بريست كانسر داتا سيت فروم الاسكيليرن، هاي داتا سيت موجوده اوردي بالاسكيليرن، نعطيها تو اكزامبلز. بعدين نشوف في داتا سيت موجوده على كاجل، نشرح عنها شويه، نعطي عليها امثله على المشين ليرنينج وعلى الديب ليرنينج. بعدين نحكي اخر شيء على البريست كانسر ايمج كلاسيفيكيشن يوزنج كراس. هون بنحكي على الايمجز، وايل احنا كنا بالسابق نحكي على تكست داتا سيتس متعلقه في الكانسر. مرض السرطان طبعا منتشر للأسف جدا في هذه الأيام، وتشخيصه ممكن عن طريق شغلتين. طبعا أول شغلة أنه ممكن إحنا نأخذ إيمج معين ونشوف البوزيتيف والنيجاتيف. يعني هنا مثلا النيجاتيف ما في سرطان، هنا هاي الإيمجز للخلايا السرطانية بوزيتيف، فإحنا ممكن من خلال الصور الخلايا والكتل نتعرف انه هاي بوزيتيف اور نيجاتيف، ايجابي او سلبي عن طريق الايمجز. او ممكن نستعمل عن طريق الداتا سيت. يعني شو عن داتا سيت؟ في بيكون تكست فيلز عندنا، هاي تكست فيلز مكونه من بعض المعلومات عن هاي الخلايا زي ما راح نشوف بعد شوي. هاي مثلا داتا سيت راح نستعملها، وهي كمان فينا داتا سيت راح نستعملها كمان ونشوف كيف ممكن نستعمل هاي الفيلز حتى ان نشخص انه في مرض سرطان او ما في مرض سرطان. فموضوعين راح نتناولهم، الايمج راح نعطيها اخر مثال راح نعطيه عن الايمجز، وايل في انه في عندنا عده امثله على الديب ليرنينج وعلى المشين ليرنينج متعلقه في التكست داتا سيت وكلاسيفيكيشنز. اول داتا سيت راح نتعرف عليها وراح نستعملها عندنا في الشغل تبعنا بالمشين ليرنينج اللي هي داتا سيت. هاي الداتا سيت اسمها بريست كانسر ويسكونسن داتا، فيها طبعا هنا فيلد زي ما شفنا عندنا هون، وفيها الداتا سيت نفسها. هاي منين بنجيبها؟ بنجيبها من الويب سايت، هذا الويب سايت. فلما تروح على الويب سايت راح تلاقوا هاي الدوكيومنتس والفولدرز، الداتا سيت اللي هي اللي بريست كانسر ويسكونسن دوت داتا. فممكن تعملوها سيف از عندكم وتخزنوها دوت داتا دوت تكست زي ما انا مثلا هون معرفها، او اي ملف اسم ملف انتم حابين تستعملوه مش مشكله. لأن هاي الداتا سيت فيها كثير من الحقول زي ما انتم شايفين، حوالي 11 حقل. هاي الحقول تمثل بعض الملاحظات على الخلايا وعلى الكتلة الورمية اللي شفناها أو اللي صورناها. فمثلا أول حقل اللي هو الاي دي، بعدين الكلمب ثيكنس اللي هو سمك الكتلة، سمك الكتلة تبعت الورم، بعدين اليونيفورميتي اوف سيل سايز اللي هو مدى توحد او توحيد حجم الخليه، بعدين السيل شيب اللي هي مدى توحد او توحيد شكل الخليه، هون حجم الخليه هون شكل الخليه، وهكذا. في كمان عندنا عده اتريبيوتس، الاخيره اللي هي عندنا الكلاس اللي هي الفئه اللي بتنتمي اليها هذا الريكورد. هذا الريكورد ممكن يكون بي 9 يعني حميد، ورم حميد، او ممكن يكون حسب المعلومات هاي مالجننت يعني خبيث، ورم خبيث. ف بناء على هاي الداتا، هاي الداتا سيتس الموجودة عندي، طبعا في كثير داتا، ببين انه عندي هاي مثلا 2 اللي هو بي 9 يعني حميد، هاي حميد بناء على هاي المعلومات الموجودة عندي حسب القياسات الموجودة عندي هون بالداتا سيت. هذا الان راح نستعمله في الاول ماشين ليرنينج ونشوف انه كيف تكتشف انه ونعمل بريدكشن لخلية معينة. هذا مثال موجود عندنا هون على الويب سايت هذا. راح نستعمل نيبرز، الخوارزمية النيبرز. أول شيء نعمل import للنمباي، نعمل from sklearn، نعمل import للنيبرز، بعدين نعمل من الـ selection model train test split،
عشان نعمل split الداتا between training data والtest data. نعمل importing للpandas، وطبعا الداتا سيت راح نستعملها نفس اللي قبل شرحناها بالسلايد اللي قبل هذا السلايد اللي فيها كل هاي المعلومات. الان هون بس اعمل df replace question اذا اتى فيها يعني data فيها questions into this، وريبليس يساوي ترو عشان ينظف الداتا. بس الداتا اعتقد انها اوريدي منظفه يعني، ف بجوز ما في داعي لهذا، لكن اذا بتنزل داتا بجوز يكون منها ابديت، نعمل لها ابديت بالمستقبل. فبس اعمل ريبليسمنت. بعدين اكس الاكس يساوي النمبر دوت اري دي اف داتا فريم دوت دروب كلاس. طبعا بالاكس احنا بنحط كل الداتا ما عدا الكلاس، والواي بالمشين ليرنينج زي ما بتعرفوا نحط الاوتبوت اللي هي الكلاس زي ما شايفين عندي هون. فالواي يساوي ان بي دوت اري دي اف دوت الكلاس، فعندي هون الاكس كل المعلومات هاي، وعندي الواي اللي هو الكلاس. ابدا اقسم الداتا انتو ايش، انتو الاكس ترين واي اكس تيست واي ترين واي تيست. هي استخدمت هذا الفانكشن حتى اقسم الاكس والواي، والتست سايز يساوي تقريبا 20% من الداتا سيت، فعندي 80% راح تروح للتريننج والتست راح يكون 0.2. الان عندي الكلاسيفاير سي ال اف يساوي نيبرز دوت نيبرز كلاسيفاير، فانا استعملت هذا النيبر كلاسيفاير. وسي ال اف دوت فيت سنعمل له فيت للاكس ترين والواي ترين، فمعنه له سافت عشان يعمل تريننج عليه. وهون بدي اشوف الاكيورسي، فهون عملت فيت فعملت تريننج، فالاكيورسي يساوي سي ال اف دوت سكور الاكس تيست والواي تيست. وبرنت الاكيورسي زي ما شفنا عندنا هون، هي الاكيورسي عباره عن 0.6. فعملت تريننج، عمل ريد للداتا سيت، قسم الداتا سيت بين الترين وبين التيست، واخترنا الكلاسيفاير تبع الماشين ليرنينج اللي هو النيبرز كلاسيفاير، وعمل فيت عمل تريننج، وشفنا الاكيورسي هي الاكيورسي طبعنا اللي هو 0.6. يا ترى الان كيف بدنا نعمل بريدكت لنيو ريكورد؟ هاي مثلا عندي هنا بسوي اري زي ما تشوفين بالطريقه هاي، حطيت فيها مثلا رقم سامبل وحطيت فيها داتا من عندي هنا، هاي الداتا 2 1 2 والى اخره. رغم ممكن انت تحط اي داتا بدك اياها عشان تعمل بريدكت. الان بقول له بريدكشن يساوي سي ال اف دوت بريدكت اكزامبل ميجرز، هي الاكزامبل ميجرز، وهنا بنقول له print the prediction، فاعطاني new prediction يساوي 4. الأربعة قلنا انه خبيث، الأربعة الكلاس اللي هنا هي الأربعة اللي في malignant. malignant يعني انه هذا مرض خبيث، فالريكورد هذا انه positive، انه هذا based على الريكورد هذا اللي عملته prediction طلع عندي انه مرض خبيث زي ما انتم شايفينه. برنامج سهل جدا و clear و deficit clear وما فيها اي مشاكل. الان بدنا نستعمل داتا سيت ثانيه موجوده اوريدي بالاسكيلر، موجوده بالاسكيلر. هلا بنتعرف على الفيلدز اللي على السريع اللي فيها هاي، يعني بنستغني عن ان نعمل داونلود لداتا سيت معين، هاي اوريدي موجوده بالاسكيلر، وبنعملها لود عن طريق شيء اسمه لود بريست كانسر. طبعا هون عملت لود لكمان تيست ترين تيست سبليت. هون عملت امبورت للكلاسيفير والجاسيان، وعملت هنا الامبورت للاكيورسي سكور. الان اول شيء بعمل داتا يساوي لود بريست كانسر، فهيك انا جبت كل الداتا تبعتي اللي هي موجوده بالاسكي ليرن اللي هي متعلقه بالمرض السرطان داتا، وحطيتها في الداتا زي ما انتم شايفين. فعملت هنا ليبلز، قلت له ليبل نيم يساوي داتا دوت تارجت نيمز، والليبل يساوي داتا اوف تارجت، والفيتشر نيمز يساوي داتا اوف فيتشر نيمز، والفيتشرز يساوي داتا دوت دوت داتا. الان بدي اطبعهم كلهم هذول، فبرنت برنت الليبل نيمز، هي الليبل نيمز مالجنت بينان زي ما انتم شايفين عندي هنا، الخبيث والحميد، الورم الحميد اللي هو بينان، والمرض الخبيث اللي هو مالجنت. الكلاس ليبل كلاسيفاير او الليبل كلاس عفوا اللي هي ليبل اوف زيرو اللي هي زيرو. فيتشر نيمز، هاي الفيتشر نيمز زي ما انتم شايفين كل الفيتشرز الموجوده في هاي داتا سيت، المين راديوس، المين تكستشر، المين بيرمتر، والمين تبع الاريا، يعني ماخذ تقريبا عن الخليه تفاصيل معينه، شيء يتعلق بالبيولوجي وشيء يتعلق انه طبيا في مدى قياس هاي الخلايا انها سرطانيه او لا. فهي كل الداتا تبعت الموجوده عندي هون زي ما انتم شايفين. حطينا فيتشر اوف زيرو، هي اول قيم اوف زيرو طلعت مع هاي القيم زي ما انتم شايفين لاول ريكورد
بالطريقه هاي. لان لحد هون انا لسه ما سويت شيء الا بس عرضت الفيتشرز اللي عندي وعملت السبيسيفيكيشن للليبل نيمز. الان بدي اقسم الداتا تبعت هاي الداتا، بدي اقسمها انتو ترين وتست. فزي ما انتم شايفين عملتوا زي ما ترين تيست سبليت للفيتشرز والليبلز تبعتهم، والتست ساي يساوي 0.33 والراندوم ستيت يساوي 42. خليه يعمل لي كمان راندومايزيشن. بعدين هسا عملت كلاسيفاير، هي موجود عندي الاي جي ان بي اللي هو هذا الكلاسيفاير اللي راح استعمله. الجيزيان موجود عندي هون. فهسه بدي اعمل له ترين، بقول له موديل يساوي جي ان بي دوت فيت للداتا ترين وترين ليبلز موجود عندي هون. وقلت له بريدكت يساوي بريدكت للتست اللي بدي اشتغل على التست، بريدكت للتست و برنت البريدكشن. هي طلع لي انه في شيء 0 وشيء 1، شيء 0 وشيء 1، لاحظوا كيف موجود عندي هون. فانه 1 يعني بوزيتيف و0 اي ثينك نيجاتيف، فهاي مالجننت وهاي بينان لكل الريكورد الموجود عندي. هي طلع لي اياهم كلهم لكل الريكورد. الان بقول له طلع لي الاكيورسي الموجوده عندي هون، سكور اكيورسي سكور للتست طلع عندي 0.94 which is good accuracy. فهيك عمل لي للتست لكل شيء. طبعا ممكن اعمل بريدكشن كمان زي ما عملنا قبل شوي بالريكورد معين. اكزامبل الثاني، هذا الاكزامبل بدنا نستعمل فيه اكثر من خوارزميه ونشوف الاكيورسي تبعتهم. فراح استعمل دم كلاسيفاير، هيك بدي استعمله اشوف شو راح يعطيني. هذا راندوم فورست كلاسيفاير، لوجيستيك ريجريشن الاس في سي زي ما انتم شايفين هنا، وزائد اني راح استعمل نفس اللود بريست كانسر داتا الموجود اوريدي بالاسكيلر. فهذا راح المثال راح يبين لي عده الجوريثمز موجود عندي هنا على نفس الداتا. خلينا نشوف كيف يعطيني الاكيرسي. فعملت امبورتنج لهي كل اللايبرز، عملت الداتا سيت يساوي لود بريست كانسر، الاكس داتا هي الاكس داتا، والواي يساوي التاجز تبعتي، وعملت سبليت للداتا زي ما انتم شايفين، وعملت كلاسيفايرز. اول واحد اللي هو راندوم فورست كلاسيفاير، وعملت له تريننج فيت يعني تريننج، بعدين اللوجيستيك الار يعني اللوجيستيك ريجريشن، وعملت له تريننج فيت اكس ترين واي ترين، بعدين للاس في سبورت فيكتور نعمل له كلاسيفيكيشن لينير كيرنل، استعملنا لينير كيرنل وعملنا الفيت، وعملنا كمان هنا الاس في ام بدون ما استعملنا لينير كيبل لينير كيرنل. بعدين هنا قلنا دامي كلاسيفاير استعملنا كمان عشان نشوف كم راح يعطينا نتيجه على الداتا ست اللي موجوده عندي هون. الان وعملت برنت، عملت برنت زي ما شايفين هون للراندوم فورست. الراندوم فورست طلع معي الاكيورسي 0.93، اللوجيستيك ريجريشن طلع معي 0.95، الاس في ام لينير طلع معي 0.94، بعدين الدمي شوف الدمي لانه يعني ضعيف هذا الخوارزميه على تنبؤ في هاي الداتا طلع معي 0.5، والاس دي ام طلع معي 0.6 اس في سي. فزي ما انتم ملاحظين في تفاوت بين المختلف الالجوريثمز اللي انت ممكن تشتغل فيها. هذا المثال بوضح لك انه كيف تستعمل عده خوارزميات بالماشين ليرنينج. طبعا ممكن تضيف كمان انت زي ما بدك، ممكن في كمان خمسه سته مشهورات ممكن تعملهم امبورتنج وتضيفهم وتشوف الاكوريسي عندك زي ما شفتوا بالامثله السابقه بالماشين ليرنينج والخوارزميات تعلم الاله في حلقات سابقه. فهذا مثال بوضح هاي الالجوريثمز، وننتقل الان الى امثله اخرى. الان راح ننتقل لداتا ست ثانيه. الداتا ست الثانيه هي موجوده على كاجل، فيها زي ما انتم شايفين الاي دي بهاي التكست شبيهه باللود كانسر اللي تبعت الاسكي ليرن، لكن هاي عباره عن تكست راح انزلها عندي وراح اشتغل عليها. فهي بتروحوا على هذا الويب سايت وبتعملوا هنا داونلود، فبتنزل هاي الداتا ست. فهي فيها الفيلز، هلا نتعرف بشكل عام على هاي الفيلز. ففيها فيلز تقريبا 31 حقل which is very good، بتكون هي هاي الداتا يعني rich data يعني معلومه بيانات غنيه موجوده حتى نستعملها ونكتشف سرطان الثدي اذا موجود او مش موجود. فهاي من طبعا مشهوره في كثير خوارزميات، يعني في كثير خوارزميات بتستعملها.
فهي عبارة عن تكست داتا، وإذا كنت تستعملوها أنتم كمان، ونشوف إحنا كيف رح نستعملها الآن. هاي الداتا طبعا أنا حاط مختصر لهم هنا. عندنا أول حقل اللي هو الاي دي، وعندنا الدايجونسز لأنه مالجننت أو بنان، radius mean، texture mean، texture mean stands for deviations of the grayscale values، وهكذا. يعني كل هالحقول بتوضح معلومات عن الخلايا السرطانية والورم نفسه وكيف شكله، كيف شكل الخلايا وكيف المين تبعها وكيف حجمها وكيف تناسبها وكيف مدى توحدها وطبيعة التكستشر الخامة تبعتها، كيف من خلية لخلية وهكذا. هي كل الحقول حوالي 31 حقل، اللي بيحب يعني يخوض فيهم بالتفصيل ممكن طبعا يدخل على كل حقل ويفهم بالضبط شو بيسوي هاي الداتا سيت. لكن انا بهمني انه هاي الداتا سيت موجوده، انا بقدر اطبق عليها الجوريثم معين واشوف ايش النتائج. الان بناخذ مثال على الداتا سيت اللي شرحناها قبل شويه، ونشوف كيف ممكن نطبقها بالماشين ليرنينج. الداتا سيت انا نزلتها من السلايد اللي قبل شوي شفناها، وسميت الداتا دوت سي اس في. فهون عملت بانداز عشان استعمل الداتا سيت تبعتي او البي دي تبعت الباندا. فداتا سيت يساوي بي دي دوت ريد سي اس في فايل، هاي الداتا سيت داتا دوت سي اس في. والاكس طبعا بنزيد كل المعلومات الى حقل 31، والواي اللي هو حقل 31 بس اللي هو الكلاسيفاير تبعي اللي راح يظهر عندي. فهذا انه راح يكون عندي الفيد الاخير الواي انه مليجننت او بنان، يعني انه مرض خبيث او مرض حميد، بناء على ال 31 او ال 31 فيتشر الموجود عندي سابقا. طيب الان ممكن اطبع داتا معينه، اقول له اطبع لي الداتا سيت دوت شيب، و من هنا بدي اعمل ليبل انكودر. ليبل انكودر بستعمله عشان الواي فيلد، بدل ما يكون عندي مثلا تكست معمول له مثلا بي فور بنان وام فور مالجننت، فبعمل له ليبل انكودر. فبقول له امبورت ليبل انكودر، ليبل انكودر واي يساوي ليبل انكودر، وواي يساوي ليبل انكودر فيت ترانسفورميشن، فيت ترانسفورم واي. فهيك بيعمل لي له انكودنج. طبعا شرحنا من الكودنج في دروس سابقه، فما في داعي اتطرق ليش نعمل انكودنج هون. الان from sklearn.modelSelection عملنا import للترين وتست سبليت عشان اعمل سبليتنج للداتا بين الترين وبين التست. فهنا هاي جبت الداتا كلها وعملت سبليتنج، فالاكس والواي عمل لي 25% تست و 75% للترين. الان بدي اعمل امبورت للستاندرد سكيلر. ستاندرد سكيلر هذا فانكشن بيعمل البيانات الرقميه اللي بتكون متباعده جدا، يعني في ارقام ممكن يكون عندك بداية 6 بالبليونز، وفي ارقام ممكن يكون مثلا بالاحشار. فهذا بيعمل سكيلنج بحيث يحط الداتا كلها بطريقه معينه بين تو نمبرز، عاده بحطها بين 0 و 1 حتى يقدر يسوي الليرنينج، بيطلع اكيوريت ويطلع مظبوط، عشان ما تكون الارقام بعيده جدا عن بعضها، اللي هي بقصد الفيتشرز عن بعضهم. اما هو بيعمل زي سكيلينج مظبوط لكل فيتشر، بس بقرب الفيتشرز كلها من بعضها بحيث انه تكون ارقام محصوره بين ارقام معينه. فهنا عملنا ستاندرد سكيلر، فاكس ترين عملنا ترانسفورم لاكس ترين وعملنا لاكس تيست. الان طبعا الاكس تيست بعمل له ترانسفورم كمان لانه صار هو نمبر، لما عملته انا انكودنج ذا سيم ثينج. الان فروم sklearn دوت لينير اندرسكور موديل امبورت اللوجيستيك ريجريشن، هي اول شيء بدي اعمل اللوجيستيك ريجريشن على الداتا. هاي بعمل له هاي كولينج للكلاسيفاير، بقول له لوجيستيك ريجريشن، وبعمل له فيت، بعمل له تريننج هون بكلاسيفاير، وبطبع النتيجه زي ما راح اشوفه بعد شوي. بعدين نيجي نعمل امبورت للكي نيبر كلاسيفاير، عملته كولينج زي ما تشوفين هون، وعملته فيت نفس الشيء. للسبورت فيكتور كلاسيفاير نفس الشيء، عملته كولينج هي الالجوريثم وعملته هنا فيت يعني تريننج، وبطبع طباعه زي ما راح اشوف بعد شوي. كمان السي اس سي في سي الار بي اف مش اللينير، هنا عملنا اللينير، هنا عملنا الار بي اف وعملنا هون فيت ونطبعه. بعدين النيف الجيسيان عملنا الامبورت وبنعمل له فيت زي ما تشوفين عندي هون. بعدين ديسجن تري كلاسيفاير بنعمل له كولينج، بنعمل له فيت زي ما انتم شايفين. بعدين راندوم فورست،
الراندوم فورست كلاسيفاير، عملنا له كولينج من هون وعملنا له فيت وبنطبعه طباعه، بعدين بنقول له واي بريدكت يساوي كلاسيفاير دوت بريدكت الاكس تيست، نعمل بريدكشن للاكس تيست نطبعها، بعدين نطبع الكونفيوجن ماتريكس بنقول له اول شيء نعمل امبورت لها ونقول بعدين كونفيوجن ماتريكس للواي تيست والواي بريدكت ونطبع الكونفيوجن ماتريكس. فالنتيجه راح تطلع معي زي ما انتم شايفين هون، عندي هون هي الكانسر داتا ست، طلعت عندي 569 ريكورد في 32 داتا ست، لوجيستيك ريجريشن طلع 95%، الكي نيبرز طلع 95% كمان، الاس بي سي طلع 97% لينير، الار بي اف طلع 96، فتقريبا الاس بي سي السبورت فيكتور كلاسيفاير لينير حاز على تقريبا اكبر رقم 97% اكيوريسي. الجيسيان طلع 91%، الديسيجن تري ديسيجن تري كلاسيفاير 95، لا والله الراندوم فورست كلاسيفاير طلع 98%، يعني مش الاس في سي لينير طلع 97%، الراندوم فورست كلاسيفاير طلع 98%، فهذا حاز على اكبر رقم عندي بالاكيوريسي، فطلع الراندوم فورست كلاسيفاير افضل الجوريثم انه ممكن تطبقه على هاي الداتا سيت. هون عمل بريدكشن هي 0110 طلع كل التست ديتا الموجوده عندي، وهون كونفيجن ماكس طلع 89 1 1 82 52، فهي الكونفيجن ماتريكس. طبعا انا راح اترك لكم بالوصف اللينكس للداتا سيت وللبرامج هاي اللي بشتغل عليها اللي بكون انا منزلها من النت، وفي لها دائما ريفرنسز. الان ناخذ على الديب ليرنينج نفس المثال اللي قبل شوي بس بنطبقه على الديب ليرنينج. اول شيء بنعمل امبورتنج للداتا سيت زي ما شفنا قبل شويه من نزلناه من الويب سايت اللي هو داتا تو سي اس في، وبنعمل امبورتنج لللايبرز اللي بدي اشتغل عليها. ففروم اس كي ليرن نعمل الليبل انكودر ترين سبليت تيست والستاندرد سكيلر، ومن الكيراس بدي استعمل السيكونشال معماريه السيكونشال، وبدي استعمل اللايرز اللي هم دينس ودروب اوت، وبدي استعمل كمان الكونفيوجن ماتريكس. فعملت امبورتنج الان بعمل بي دي يساوي ريد سي اس في سي داتا دوت سي اس في، وهنا مرات بكون الداتا سيت اخر فيلد بكون فاضي فانيم فبتلغيه بعمل له ديليت، اذا اوردي هو ملغي ما في داعي للسطر هذا عندك يكون، ما في داعي للسطر هذا يكون عندك. الان في شغله هنا الاكس ماخذه من اثنين وطالع من الحق رقم 2 وطالع، والواي هو رقم 1 اللي هو الفيتشر رقم 1. هنا الداتا ست هي نفس الداتا ست اللي قبل شوي، لكن بالمثال هذا مخلي الكلاس اللي فيه النوع خبيث او حميد المرض، الكلاس يعني اللي هي الاوتبوت بخليه رقم 1. فانتبهوا للنقطه هاي انه داتا ست مرات بكون الداتا ست هي انه الكلاس اخر رقم او يكون اول رقم عندي هون زي ما انتم شايفين عندي هون، فانتبهوا الا عشان تكون الداتا ست مضبوطه. الان ليبل انكودر استدعيته وقلت له واي يساوي ليبل انكودنج فيت ترانسفورم عشان كل الواي نحطها ارقام ما نحطهاش تكست، وعملت هون سبليت للداتا بين الاكس ترين والاكس تيست زي ما انتم شايفين بالطريقه هاي. والان بعمل سكيلر بقول له اس سي يساوي ستاندرد سكيلر، وبعمل ترانسفورم للديتا اللي هي اكس تيست. فلاحظوا هذا مثال زي المثال قبل شوي، يعني ان الديتا تكون الارقام مش متباعده جدا بين الحقل والاخر، بين كل فيتشر والثانيه تكون within range معين عشان ما ياثر على الريزلتس تبعت الكلاسيفاير. وهنا قلت له الكلاسيفاير تبعي معماريته اللي هي سيكونشال، فانا راح استعمل سيكونشال، وبنيت اول لاير قلت له كلاسيفاير دوت اد اول لاير للدنس لاير، الاوتبوت 16 output 16 والانبوت 30 فيتشر زي ما شفنا بالداتا. الداتا عندي تقريبا 30 حقل هم بدخلهم، وبعمل له هنا الاكتيفيشن عباره عن ريل فيو، بعمل دروب اوت لاير بعد الدنس لاير حتى اتجنب الشيء اسمه اوت فيتنج الاوفر فيتنج، الاوفر فيتنج حتى ما يصير عندي اوفر فيتنج بقول له دروب اوت لاول لاير. عملت لاير ثانيه الاوتبوت تبعها 16 والاكتيفيشن اللي هو ريليو، بعدين نفس الشيء كمان عملت دروب اوت بعد اللاير هاي، واخر لاير قلت له الدنس اللي هي الاوتبوت، والاوتبوت عباره عن 1 دايمنشن 1 والاكتيفيشن فانكشن هي سيجموند. سيجموند يعني انه يا اما 0 1 يعني بما معناه
يعني انه سيجموند يعني بيطلع لك 0 او 1 تو جست تو يعني كلاسيفيكيشنز. اذا لو تخيلوا مثلا هذا في اكثر من كلاسيفيكيشن بستعمل شيء ثاني سوفت ماكس او بستعمل شيء ثاني هنا بالاكتيفيشن. الكلاسيفاير دوت كومبايل كل الموديل تبعي بعمل له كومبايليشن عن طريق بقول له اوبتمايزر يساوي ادم واللوس باينري باينري لانه 0 1 والمتريكس بعد الاكيورسي بطلعها عشان اشوف الاكيورسي تبعتي بقول له هنا فت بعمل تريننج هنا بقول له فت الاكس واي والباتش سايز عندي 100 والان بي بوكس 150 ففي عندي 150 دوره راح يستعملهم. لا هنا بقول له الاكس الواي بريد يساوي كلاسيفاير دوت بريدكت اكس تيست وواي بريد يساوي اذا الواي بريد اكبر من 0.5 اذا 0 اكبر من 0.5 حتى يطلع عندي انه يا اما 1 او اقل من يعني 0 والسي ام اللي هي كونفيجن ماتريكس وبطبع لي الاكيورسي زي ما راح نشوف هلا. والهيت ماب ممكن تطبعها طبعا عن طريق اللي هي اس ام اس دوت هيت ماب زي ما تشوفي عندي هنا. الان بقول له سيف حتى الايمج البي ال تي على شيء معين على اوتبوت فايل فهون طلع معي عندي 150 اي بوكس خلصهم زي ما تشايفين والاكيورسي طلعت عندي 9883 تقريبا يعني قربت من 99% which is excellent excellent يعني accuracy. فلاحظوا الاكيورسي عندي ممتاز جدا. اللايرز اللي بنيتهم لايرز قليله واضحه ما فيش فيها تعقيد. الديب ليرنينج اثبت انه ممكن يجيب لك ريزلتس ممتاز جدا احسن حتى من المشين ليرنينج زي ما انتم شايفين عندي هون. الان هنا ديب ليرنينج اكزامبل ثاني هذا بس على الداتا ست الاولى. هي الداتا ست الاولى اللي اخذناها فالداتا ست الاولى اللي اخذناها بنعمل عليها هسه ديب ليرنينج. فهنا عملت امبورتنج الكراس مودلز وعملت اسكيليرن ترين تيست سمبل. هذا فيري سمبل اكزامبل عشان تشوفوا الديب ليرنينج لما كيف بيشتغل ديب ليرنينج على الكانسر داتا سيت. ففيري سمبل فيري ستريت فورورد. الكلاسز عندي تو كلاسز الباتش سايز سويته 2 الانبوت شيب عندي 9 فيلدز 9 فيتشرز الريد كانسر داتا دوت سي اس في. طبعا هاي تقريبا هي نفس الداتا ما عدا انه اول فيلد محذوف اول فيلد فممكن تنزلوها هاي داتا من هون يعني داتا ست هاي شبيهه بالاول داتا ست شرحناها لكن ممكن تنزلوها من هذا الويب سايت بخلي لكم اياه على الديسكربشن ان شاء الله. الان دي اف ديف ريبليس الكويشن مارك بالنان اذا في هذا كويشن مارك اذا في داتا مش موجوده. بعدين بعمل سبليت للداتا بين الترين وبين بين التست وبعمل certain configurations معينة للX train. لاحظوا الX train Y train كيف مسوي بطريقة اني عملت من 0 ل 9 هنا بعدين اخذ ال Y عبارة عن ال 9th field اللي بحدد لي انه هاي عبارة عن الكلاس اللي هو بحدد لي عبارة عن ملكنت او عبارة عن بنن. ونفس الشيء للتست. الان ال Y train بحوله ل two categorical للكلاسز اللي بدي اشتغل عليهم تو كلاسز هيو تو كلاسز والوايت تيست ذا سيم ثينج. وبعرف الموديل تبعي تبع الديب ليرنينج او هو عباره عن سيكونشال موديل. عملت اد للدينس لاير 128 لاكتيفيشن ريليو والانبوت شيب تبعت اللي موجوده عندي اللي فيها 9 فيتشرز وعملت دروب اوت حتى اتجنب الاوفر فيتنج. واخر يعني هي بس عباره عن تو لايرز. طبعا الدروب اوت تبعنا دائما بين اللايرز ما بتعملوا اول شيء او اخر شيء انتم بتعملوا بين اللايرز. فهي اخر لاير اللي هو سوفت ماكس استعملنا هنا كلاس اكتيفيشن سوفت ماكس وعملت كومبايليشن للموديل وعملت فيت تريننج للموديل تبعي وديت له الاكسترين والواي ترين والباتش سايز والاي بوكس والفيرباس والفاليديشن داتا اللي بدي اشتغل عليها الفاليديشن للاكس. وخليت الفاليديشن هي عباره عن اكس تيست وواي تيست هي نفسها عباره عن الفاليديشن داتا. الان الانبوت يساوي هي اري جديده لاحظوا كيف بدي انا اعملها بريدكشن. هسه انا هي الداتا موجوده كلها وهسه بدي اعمل بريدكت لنيو ريكورد بدي اعمل بريدكت لهي الداتا. فبقول له بريدكت موديل يساوي موديل دوت بريدكت هي الموديل تبعي بقول له بريدكت هاي الداتا تبعتي بقول له بروبابيلتي اوف بينان
قديش تساوي، والبروبابيلتي اوف ميليجانت قديش تساوي. هون طلع لاحظوا عندي طلع هي النمبر اوف ايبوكس اشتغل فيها، الاكيورسي كانت 99% which is excellent، البروبابيلتي اوف بينن 0.004 يعني 0 تقريبا، والبروبابيلتي فور الميليجانسي اللي هي يعني خبيث اللي هي 99%. فهاي طلع انه هذا الريكورد الموجود عندي اللي دخلته هنا عباره عن ورم خبيث، فعملت هنا ايفن بريدكشن على ريكورد جديد زي ما انتم شايفين عندي هون. هاي طبعا الداتا اللي احنا شفناها كلها اللي شفناها باول الدرس بيوضح لي كل فيلد ايش هو موجود عندي. لننتقل الى الايمج كلاسيفيكيشن. الايمج كلاسيفيكيشن بالبريست كانسر، طبعا البريست كانسر بدك حتى تشتغل عليه بدك تجيب ايمجز معينه، فراح ننزل الايمجز واقول لكم راح منين راح ننزلها، وفي برنامج كبير شويه لكن مش معقد اللي راح يقوم في التدريب ويقوم في العمل. احنا راح نستعمل هذا البرنامج، البرنامج هي الويب سايت تبعه راح انا اخلي لكم اياه على الديسكربشن. راح نستعمل كيراس على الايمج كلاسيفيكيشن. طبعا هنا في عندي ايمجز بوزيتيف وعندي ايمج نيجاتيف للكانسر، فالبوزيتيف انه في كانسر هاي الايمجز، والنيجاتيف يعني انه ما في كانسر. فهذا المثال راح نتناوله بالتفصيل، لكن قبل ما نبدا فيه يجب انكم انتم اذا بدكم تطبقوه عندكم وتجربوه انكم تشوفوا كل التفاصيل الموجوده بالويب سايت هذا حتى تسووها وتنفذوها يعني حرفيا كما هي، لانه اذا اخطأتوا باي خطوه مش راح يشتغل معكم البرنامج. الان الاستراكشر تبع البرنامج اللي راح نناقشه هو كما يلي. اول شيء عنده هنا على المين فولدر هون في عنده داتا سيت اللي جواتها راح هو يبني عن طريق البرنامج اللي اسمه build dataset، راح يبني هذول الدايركتوريز، والايمجز اللي انتم راح تنزلوها اندر اوريجن يعني اوريجن راح تنزلوا انتم الزيب فايل هنا وراح تفرطوه هنا الزيب فايل. بعدين لما تنفذوا هذا البرنامج اللي هو build dataset هون راح تنفذوه على المين فولدر راح يبني لك هذا الاستراكشر اللي راح زي ما راح نشوف بعد شوي. لان في كمان عامل هو سب دايركتوري عامله اسمه باي ايمج سيرش وحاط فيه الكونفيج دوت باي والكانسر نت دوت باي. انا بصراحه حطيتهم هذول على المين فولدر، ما فيش داعي اسوي المين دايركتوري هذا، حطيت هذول اثنين على المين فولدر. الكونفيج فايل في الكونفيجريشن في الباثس وفي شويه فيريبلز، والكانسر نت في النت اللي راح اشتغل عليها في التدريب. الان البيلد داتا سيت زي ما قلنا هاي بس وانس يو ران ات راح تقرا الاوريجن من هون من السب دايركتوري، راح تقرا كل الايمجز اللي هون وراح تحول له هذا ستراكشر زي ما انتم شايفين عندي هون. الترين موديل اللي هو المين بروجرام اللي راح تعمل فيه الترين موديل، انا مسميه مين بروجرام، وراح تشوف كيف راح نفصل فيه بعض الشغلات ونشرحه بشكل يعني كيف الكود اوف بلوكس كيف شغال، لانه في عده شغلات موجوده في هون في الترين موديل. It will read the config, it will read the cancer net, it will build the model, it will generate كل الأشياء المتعلقة بالconfiguration للإيميجز وكيف راح يقرأها، ومن ثم راح يدرب التريننج، راح يدرب الموديل، وراح بالنهاية يطلع في روبوت وراح يطلع في الأكيوريسي والسكورز تبعته عن طريق إنه يعمل بلوت وراح يخزنها أندر البلوت.png. الآن حتى أشرح الداتا اللي راح نشتغل عليها هي موجودة عندنا هنا بالكاجل، فراح أترك لكم أنا اللينك على الديسكريبشن، يو كان داونلود من كاجل هاي الداتا ست الموجودة اللي هي اسمها IDC Regular BC50 IDX5. هاي هي الداتا ست اللي فيها الإيمجز كاملة، هاي تقريبا عبارة عن 1.6 جيجا السايز تبعها، فبدكم تصبر شوي حتى تنزلوها يعني اذا عندكم النت ضعيف او الى اخره. وهي عباره عن اذا بتشوفوها عباره عن داتا موجود فيها الفولدر زي هيك، فولدرز عاديه زي هيك، وكل فولدر فيه انه زيرو يعني زيرو انه نيجاتيف، فيها ايمجز، فيها الايمجز زي ما انتم شايفين عندي هون. طبعا هاي ايش الاي دي
الاي دي تبع المريض، ايش الاكس والواي والكلاس 0 اور 1، هاي كيف عاملين هم هاي الايمجز. الان اتس فيري امبورتنت اني احول هاي الفولدرز لفولدر ستراكشر ثاني اللي هو هذا الاستراكشر. هذا الاستراكشر اللي عشان يقراوا البرنامج، هذا الاستراكشر بنبني عن طريق نعمل فولدر ايش اسمه داتا سيت، بالكرنت فولدر اللي تشتغل عليه اعمل فولدر اسمه داتا سيت، وراح هو يبني لحاله زي ما راح اشوف بالبرنامج في برنامج معين، راح ياخذ هاي الفولدرز كلها وراح ينظمها بالطريقه هاي، راح يقسمها الى ثلاثه سب فولدرز جوا الاي دي سي. الفولدر الاولاني اسمه تريننج وراح يكون فيه 01، والفولدر الثاني فاليديشن راح يكون فيه 01 ومجموعه ايمجز، والفولدر الثالث راح يكون تيست وراح يكون 01. ماشي الحال؟ فهون بالاوريجينال، الاوريجينال بالداتا سيت بالاوريجينال بدكم تخزنوا الداتا اللي انتم نزلتوها وتفرطوها بالاوريجينال. وفي برنامج بعد شوي راح يقرا الاوريجينال وياخذ كل الفيلدز الزيروز هاي الزيروز من الزيروز ويحطها جوا تريننج، وراح ياخذ النسبه الثانيه من الزيروز ويحطها جوا الفاليديشن والتستنج، بعدين راح ياخذ ال111 من كل سب فولدر وراح يحطها بطريقه هاي الاستراكشر. فبدكم تلتزموا بالاستراكشر هذا، لانه اذا if you don't راح يطلع معك خطا اثناء التدريب او مش راح يلاقي الفولدرز اللي راح يشتغل عليهم. فبكل سهوله بننزل ال 1.6 جيجا، بننزلهم اندر داتا سيت اندر فولدر اسمه اوريجين، ف او ار اي جي بالضبط حرفيا تخليه زي ما هو هيك، تحت الداتا سيت اللي هي بالكرنت فولدر بتعملوا ايش اسمه داتا سيت جواته اوريجين، وبتفرطوا كل الانزب الفايل هذا اندر هذا الفولدر اللي هو الاوريجين اللي فيه كل الفولدرز. بعدين في برنامج راح نستعمله اللي هو اسمه بايثون بيلد داتا سيت دوت باي، هذا بده يقرا الاوريجين كله ويحول لك اياه لهذا الاستراكشر اللي هو الاي دي سي اللي فيه تريننج وفي فاليديشن وفي تيستينج. كل واحد راح يكون فيه 01، يعني الزيرو راح يحتوي على يعني الاف الايمجز، والوان راح يحتوي على الاف الايمجز وهكذا. فارجوكم بس انكم تلتزموا بالعمليه هاي حتى انكم يطلع معكم هذا الستركتشر النهائي، حتى لما تنفذوا البرنامج البرنامج يقرا هذول التريننج والفاليديشن والتستنج بطريقه مضبوطه. طبعا انا عملت تنفيذ لهذا البرنامج اللي هو البايثون بيلد داتا سيت زي ما راح اشوفه بعد شويه، البرنامج هذا وفرض كل الداتا، قرا الايمجز وعمل سبليت للتريننج فاليديشن والتستنج وحطهم بهاي السب فولدرز. فهيك المفروض لما تعملوا هذا البرنامج يطلع معك زي هيك، وهذا تولتيك بجوز اورز اذا خاصه اذا يعني الكمبيوتر عندك ضعيف شويه، هذا مش راح يعني راح ياخذ وقت لانه راح ينقل ايمجز من مكان لمكان ويعملهم ستراكشر بطريقه معينه، ولازم يكون عندك سبيس على الجهاز، يعني لازم يكون عندك منهم بجوز 3 اور 4 جيجا بايت او 5 جيجا بايت مينيمم بجوز حتى انه يفرض كل الايمجز هاي. وذس ويل تيك تايم، هذا راح ياخذ وقت حتى يفرض كل الايمجز ويقرا كل الايمجز بالطريقه هاي ويحطهم بالثري فولدرز زي ما حكينا قبل شوي. الان اول شيء بدنا نسوي اللي هو مشروع هون هذا البرنامج، اول شيء كونفيج دوت باي، هذا كونفيج فيه بس وين الباث، الباث الممرات تبعات كل داتا سيت اللي بدي اشتغل عليها. فالاوريجين باث اللي هو انا داخليا انا سويته كانسر داتا سيت، ما سويته داتا سيت، سويته سميته انا عندي سميته كانسر داتا سيت سلاش اوريجين. فهذا اللي انا بدي اشتغل عليه، اللي انا على جهازي بدي اشتغل عليه. طبعا كانسر داتا سيت ممكن تسميها انت داتا سيت زي ما شفنا قبل شوي، او ممكن تسميها اكس واي زد، بس اهم شيء انكم تخلوه هنا وتنزلوا الداتا تحت الاوريجين. لما تعمل داونلود للداتا تعملوها تحت الاوريجين وتعملوها انزبنج تحت الاوريجين. بعدين هون حاط البيس باث، البيس باث اللي هو كانسر داتا سيت اي دي سي اللي بده يشتغل عليه بعد ما يفرطهم. بعدين عندي عمل جون للترين باث الفاليديشن باث والتست باث، وعمل لهم بالتريننج والفاليديشن والتستنج، وترين سبليت بده يخليها 0.8 حتى للتريننج ياخذ 80% و20% للاذر داتا، والفال سبليت اللي هي 10% زي ما انتم شايفين. فهذا بدنا نسوي اول شيء البرنامج زي ما هيك، بس مش راح هذا راح نستدعيه في الاذر بروجرامز. بس اهم شيء لاحظوا انه الفولدر هذا راح يحدد وين الداتا تبعتي موجوده. فانا حطيت انا بالكرنت فولدر تبعي هذا الفولدر عشان انزل تحت الاوريجين كل الداتا سيت تبعتي بدي اشتغل عليها.
اول برنامج هي البرنامج اللي بده يعمل بيلد للداتا سيت اللي حكيت لكم عنه قبل شوي. هذا برنامج بده يفرط الداتا كلها ويجيبهم من الاوريجن ويحطهم بالتريننج فاليديتنج والتستنج سب فولدرز. فهذا يعمل اول شيء امبورت، عملنا امبورت للكونفيج، انا مسميه بريست كانسر كونفيج، عملت ممكن تسمي انت كونفيج للملف اللي قبل شويه او تسمي اي اسم ثاني اللي فيه الباتس. فعملت امبورت از كونفيج، بعدين اميوت اميو تيليتيز عملت امبورتنج للباتس راندوم الاس اتش يو يوتيليتيز والاو اس. هون شو بده يسوي هذا البرنامج؟ البرنامج كل ما هنالك بده يقرا الباتس وبده يعمل كونستراكت ل 3 فولدرز اللي هم تريننج والفاليديشن والتستنج، وبده يعمل لوب. هون زي ما انتم شايفين بده يعمل لوب، اللوب هاي راح تول تيك لونج تايم، بده تاخذ اورز. اللوب هاي راح يقرا فيها الداتا الموجوده على الاوريجن فولدر، وراح يعمل ترانسفير ل 3 باثس زي ما شفناها حسب هو وين بده يشتغل. فبنقل الملفات، بنقل الملفات على الفولدرز اللي هو بده يشتغل عليهم. فكل ما هنالك هذا البرنامج بده يعمل تظبيط للداتا سيت، بده يسوي الباثس، بعد ما يقرا الباثس بده يقرا الاوريجن سب فولدرز ويمشي على كل سب فولدر ويحول الداتا كلها انتو 3 باثس اللي هم التريننج والفاليديشن والتستنج، وراح يحط جوا واحد 01 اللي حكينا عنهم، وكلهم راح ينقلوا بالطريقه هاي اللي هنا، راح ينقل كل الملفات اندر تريننج واندر فاليديشن واندر تستنج. هاي الخطوه رقم 2، هاي الخطوه رقم 2 بعد ما عملنا داونلود للداتا. فهذا عشان يعمل كونستراكت ل 3 فولدرز اندر اندر المين فولدر ويحط فيهم كل الايمجز الموجودين بالاوريجن زي ما انتم شايفين هون بالطريقه هاي. هذا برنامج بده يقرا كل الاوريجن من داتا سيت، انا مسميها كانسر داتا سيت، عندكم كنت تسموها داتا سيتس، فهي داتا سيتس اندر الاوريجن بده يقرا كل هذولا، بده يقرا كل هذولا الداتا ويحولهم بالشكل هذا. بده يعمل فولدر جديد اسمه اي بي سي ويحط فيها تريننج ويحط فيها الفولدرز 01 ويحط فيها بعدين الايمجز، ينقل كل الايمجز، مش كل الايمجز، 80% حطهم بتريننج، 20% هون و10% هون. اوكي، فهي اول ستيب بدك تقوم فيها. طبعا هذا البرنامج كيف بدك تنفذه؟ بدك تروح على الكرنت وركينج دايركتوري وتنفذ، تقول له بايثون بيلد اندر سكور داتا سيت دوت بايثون. فهو عشان هو بالكرنت فولدر راح يعرف انه في عنده داتا سيت سب فولدر وفي عنده اوريجن، راح يقرا منه وراح يعمل كونستراكت بالطريقه هاي زي ما احنا شايفين. هاي اهم شيء بالكونستراكشن للداتا سيت، لانه اف يو كونستراكت الداتا سيت بالطريقه هاي مضبوطه راح كل شيء يشتغل، اذروايز ما في شيء راح يشتغل. بنشوف الان الكانسر نت اللي هي الاركتكتشر تبع الماب تبعتنا اللي راح تستعمل في هذا المثال. فهو مسوي عده لايرز، مكون من اول وحده اللي هي سيبرابل كونفوليوشن 2D. هاي it performs depth wise spatial convolution followed by point wise convolution، تختلف عن الكونفوليوشن العادي. بعدين نضاف الكونفوليوشن لاير، بعدين الباتش نورماليزيشن. الباتش نورماليزيشن it normalize the activations of the given inputs. بعدين عندنا الماكس بولينج، الماكس بولينج بيعمل reduce للإيمج سايز. هذولا اللايرز سواهم وعادهم عدة مرات عشان يعمل اوبتمايزيشن للنتورك ويطلع ريزلت جود اكيوريسي اوتكم. فهلا بنشوف هاي النت الموجودة عندنا، راح نشوف بس كويكلي كيف بنى هاي النتورك. لأن عمل امبورتنج لكل الفانكشنز اللي بده يستعملهم في النتورك، بعدين عمل كلاس اسمه كانسر نت. هنا عمل بيلد للكانسر نت وعرف الموديل على السيكونشال وعرف الانبوتس اللي اخذوا من الانبوت شيب اللي هو الهايت والهايت والويدث والديبث. طبعا اذا في سيستم او تنسر فلو معرف از الشانل فيرست بقلب الديبث بحطه اول واحد، بعدين زي ما شفنا قبل شوي عرف اللايرز هون، ادد سيبرابل كونفوليوشن، بعدين اكتيفيشن، باتش نورماليزيشن، ماكس بولينج. دروب اوت اضافه عشان يعمل يتجنب الاوفر فيت، الاوفر فيتنج. الدروب اوت بتعمل زي ديسكونكتنج على راندوم نيورونز في النتورك عشان ما تطلع عنده اوفر فيتنج. اللاير هاي او اللايرز اللي عملها عملها كمان مره هون وكمان مره هون.
بعدين عمل عندنا الفلتن والدينس اكتيفيشن باتش نورماليزيشن دروب اوت، بعدين عمل الاوتبوت، الاوتبوت تبعنا اللي هو عمل ادنج للدينس واكتيفيشن تبعنا اللي هو سوفت ماكس. هذا الموديل او هاي اللايرز تبعات النتورك انعملت بالطريقه هاي. طبعا في تفاصيل كثير بيهايند هاي اللايرز وليش انعملت هاي اللايرز وكيف انعملت بالطريقه هاي، فاما بتشوفوا الفيديوهات السابقه اللي او بترجعوا للنت بتشوفوا كيف تفصيل هاي اللايرز. خلينا نشوف يعني بشكل هاي ليفل المين بروجرام شو بسوي. اللي طبعا عمل برنامج قسم بالطريقه الاستراكشر اللي شفناها وحط المين بروجرام بالطريقه هاي. اول شيء عمل زي ما انتم شايفين هون عمل امبورتنج لكل الفانكشنز اللي بده يستعملهم في المين بروجرام. عمل هنا ارجيومنت سماه بلوت اللي هو اسمه البلوت دوت بي ان جي عشان يطلع البلوت اللي بده يرسمه اخر شيء على الاكيورسي والسكور في ايمج سايز. ممكن طبعا تكون هذا فيريبل وما في داعي لكل هذا الحكي، فهذا كله عشان بس يعرف الارجيومنت اللي هو البلوت. عمل النمبر اوف باتش 40 مره بده يسوي، والعمل الانيشال ليرنينج ريت والباتش سايز 32. عرف الباتس، ما هو اصلا هو معرفين بالكونفيج دوت ترين، انا عامله هنا الكانسر دوت بريست كانسر اندرسكور كونفيج، عملته از كونفيج هذا الملف اللي فيه كونفيجريشن والفيه الباتس. فهو بس عمل كونكاتينيشنز وعمل عرف الباتس للترين باث توتال ترين الفاليديشن والتست، وبعدين هنا عمل الليبلز ترين ليبلز، عمل سبليت للباث و فور ايتش باث موجود عنده، وعمل ترين للليبلز كلاس توتالز كلاس ويتس. الان عمل انيشاليزيشن هنا وهون، عمل انيشاليزيشن للداتا اوجمنتيشنز، فعرف الايمج داتا جنريتر وحط فيه بعض الشغلات انه شو راح يكون ريسكيل تبعه، ايش الروتيشن رينج 20 تقريبا، الزوم رينج وهكذا، عرف كل هذول الفاريبلز وعمل انيشاليزيشن لكيف يتعامل مع الايمج داتا جنريتر، وعمل نفس الشيء للفاليديشن اوجمنتيشن بس عمل 1 سيتنج هنا. بعدين هنا اجى عمل اكسس للفولدر اللي فيه التريننج وفلو فروم دايركتوري. هنا بعمل فلو فروم دايركتوري اللي هو ترين اوجمنتيشن اللي هنا. فشو بده يسوي هنا؟ بده يروح يقرا كل الايمج تبعت التريننج حسب التريننج باث الموجود عندي هنا، وعمل كلاس مود وتارجت سايز تبعي 48 في 48، الايمج سايز الكلر والشافل والباش سايز. فهون بدي اقرا الان بهاي الطريقه كل الايمجز الموجودين عندنا بالتريننج دايركتوري اللي هم 0 وال1. كمل هون على الفاليديشن نفس الشيء، عمل فلو فروم فولدر فقرا كل الايمجز الموجوده على الموجود على هذا الباث الفاليد باث فاليديشن باث، وهون كمان نفس الشيء قرا كل الايمجز الموجوده على التستنج باث. ففولو فروم فوق دايركتوري بعمل ديبث ان وبقرا كل الايمجز الموجودين عنده في السب دايركتوريز. الان عمل هنا نت الموديل انا او هو مسميها كانسر نت، فهي بده يعمل انيشاليزيشن للموديل تبعه، فعمل كانسر نت دوت بيلد وداله الويث والهايت والديبث ولك نمبر اوف كلاسز يعني 0 اور 1. بعدين عمل الموديل كومبايليشن ومرق له هنا الاوبتمايزيشن باراميترز واللوس فانكشن، وهنا عمل فيت وعمل تريننج لكل الايمجز اللي بده يشتغل عليها. فعمل موديل دوت فيت جنريتور فبداله هذول الباراميترز كلهم. طبعا هذا it will take time، يعني لما تعمل يكون عندك الاف الايمجز ويعمل له فيت ويعمل تريننج it will take hours وممكن اكثر من يعني ما انا جربت على سيره النمبر اوف ايمجز، وهلا بورجيك اللي جربت عليه هاو ماني ايمجز وشو طلع معي عندي الاوتبوت. الان هنا اعمل ريست للتست جنريشن عشان يعمل الموديل بريدكشن لها، عمل موديل بريدكشن الى التست داتا. وزي ما انتم شايفين يعني عمل هنا برنت اوت للكلاس ريبورت، عمل كونفيجن ماتريكس برنت اوت، وهنا عرف البلوت اللي بده يطلع فيه اللوس والاكيورسي تبع الموديل تبعنا. هاي الاوتبوت اللي طلع بالبرنامج، فزي ما انتم شايفين
بده يعمل ايبوكس واحد ل 40 مره. This will take time, this will take يعني long time حتى يطلع ويسوي كل الايمجز اللي عنده, لانها الايمجز بالالاف. وبالاخير طلع عندنا الريبورت زي ما تشوفي عندنا هون, والكونفيجن ماتريكس, وطلع عندي الجراف اللي فيه الترين لوس والفال لوس والترين اكيورسي. هاي الترين اكيورسي موجود عندي هون تقريبا 85% تريننج اكيورسي. الان انا شو اللي عملته, انا عملت شويه تغيير بالايمجز بالداتا سيت بالاي دي سي. عملت هون بس 500 ايمج بدل ما يكون عندي الاف, عملت 500 ايمج ل 0 وال 1 0 1 500 500. بعدين الفاليديشن ايمجز عملت 100% 100 100, بس 100 ايمج 100 ايمج. وتستنج عملت 100 100 100, وطلع عندي زي ما شايفين الريبورت بالطريقه هاي. الاكوريسي قلت زي ما شايفين, السكورنج قل, والريبورت يعني قريب او شبيه بالريبورت اللي شفناه قبل شوي. لكن بما اني قللت النمبر اوف ايمجز عشان اجرب عليه الريزلتس, يعني ما طلع اكيورسي بالطريقه اللي المفروض يطلع فيها لما كان عنده الاف الايمجز. الان ون نوت على الموضوع الاكزامبل اللي اعطيناه هذا اللي فيه الايمجز, انه انا وجدت انه في بالجيت جيت هاب في برنامج اختصر الموضوع وسوى بس تو فايلز. اول فايل هو السكريبت فور داتا سيت, بس هو بني لك الداتا سيت تبعتك زي ما شفت بالبرنامج اللي قبله, بس هو عامل يعني مجمع الكونفيج والبيلد داتا سيت بواحد سكريبت واحد, وبالترين مجمع الكونفيج ومجمع السكانسر نت ومجمع المين بروجرام وحاطه بالترين. ف يعني هذا بجوز يكون اسهل شويه لما تطبقوه ذان البرنامج السابق, بس يعني برنامجين تعمل هذا رننج من الكوماند برومت عشان تعمل بيلد للايمجز اللي عندك, والترين اللي بتعمله رن وبعمل هو تريننج لكل الايمجز. انا جربته على نفس الاستركتشر هذا وطلع معي الاكيرسي هون زي ما انتم شايفين عندي هون. هيك بنكون خلصنا يعني نظره عامه على الريسك كانسر. البريست كانسر موضوعه يعني طويل, وموضوع مثلا ممكن الواحد يسوي فيه بصراحة أبحاث خاصة طلاب الماجستير والدكتوراه, ويعيد بناء النتوركس أو النتس بطرق مختلفة بلايرز مختلفة حتى يطلع مور accuracy ويطلع مور optimization من الريزلتس. I hope إن شاء الله استفدتوا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.